أوكي، بما أنه صار عندي هلأ ألواني وصوري المفضلة، صار وقت ننقي الألوان. كيف حعمل هيدا الشيء؟ حأخذ الجوتن بروشور، حجرب لقي ألوان متشابهة، مضروري تكون هي نفسها للمود بورد تبعي. حجرب نقي هيدا ديزرت بينك و ويلكومينج ريد و ناتشورال كلي. بعتقد هول هن الثلاثة اللي بدي نقيهم. تاني خطوة هي إذا بعدني ما تأكدت، في تطبيق بجوتن بخليكن صوروا بيتكن وتحطوا اللون ببيتكن نفسه، هيك فيكن تتخيلوا الألوان كتير أسهل. وإذا بعد ما تأكدتوا، نصيحتي هي جيبوا الألوان ودهنوها على حيطكن وشوفوها بأضواء مختلفة بالنهار وبالليل لحتى عن جد تقرب. بس نصيحتي عن جد، إذا لون بيحكي معكن بالأول يعني هيدا هو.